تحت الضغط. أتم هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، تفضل يحيى على مكاني. يحيى وصلتك الكاونتر، الأسئلة مش صعبة، شوية تركيز هتقدر تجاوب. اتفقنا؟ بإذن الله. نطمن بس على أتم. أتم تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط يصب نهر السنغال؟ الهندي. غلط. يقع قصر السرايا الحقانية بأحد المحافظات المصرية، فما هي؟ الجيزة. غلط. ما العنصر الثامن في الجدول الدوري الحديث؟ ليسيان. غلط. مجنون ليلى هي مسرحية لشاعر مصري راحل، فمن هو؟ أحمد شوقي. صح. من قامت بدور حورية في فيلم إبراهيم الأبيض؟ هند صبري. صح. وقعت معركة دوجر البحرية بين ألمانيا ودولة أوروبية، فما هي؟ إنجلترا. صح. كم عدد الأضلاع في 14 مثلث؟ 42. صح. في أي قارة تقع سلسلة جبال كونلين؟ أوروبا. غلط. منايا هي أغنية الفنان مصطفى عمر. صح. برافو عليك. تعالى تعالى، راح فين هنا؟ أنا آسف. رغم إنك ما جاوبتش ثلاث أسئلة سهلين جدا وبعد كده جاوبت خمسة وراهم، برافو عليك، ولكن ده يوري إن أنت عندك ثبات انفعالي، لأن أي حد تاني ثلاث أسئلة ما جاوبوش كان ممكن يتوتر وما يعرفش يكمل. برافو عليك. سليم تعالى يا أتم، أقف مكاني. عايز تعرف يحيى عمل إيه ولا لأ؟ عادي. طيب يحيى ما جاوبش على أول ثلاث أسئلة وبعدين جاوب على خمسة ورا بعض. جميل إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط يصب نهر السنغال؟ الهادي. غلط. يقع قصر السرايا الحقانية بأحد المحافظات المصرية، فما هي؟ أسوان. غلط. ما هو العنصر الثامن في الجدول الدوري الحديث؟ أوكسجين. صح. مجنون ليلى هي مسرحية لشاعر مصري راحل، فمن هو؟ توفيق حكيم. غلط. من قام بدور حورية في فيلم إبراهيم الأبيض؟ بص. وقعت معركة دوجر البحرية بين ألمانيا ودولة أوروبية، فما هي؟ إنجلترا. صح. كم عدد الأضلاع في 14 مثلث؟ 42. صح. في أي قارة تقع سلسلة جبال كونلين؟ أمريكا الشمالية. غلط. منايا هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن حماية. هو؟ غلط. كم مرة حصل النادي ثلاثة من تسعة؟ ثلاثة من تسعة وخمسة من تسعة. كويس يا أدهم، مش وحش، مع إن كان في سؤال ممكن يتجاوب لكن مش مشكلة. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في أي محيط يصب نهر؟ أيوة. أنا مش عارف اللي وديني الهادي والله. السنغال. معلش، شفت مش قلتلك قصر سرايا الحقانية في محافظة الأسكندرية؟ سؤال الثامن، في أي قارة تقع سلسلة جبال كونلين؟ أسيا. في قارة أسيا. أدي سؤالين الجو. معلش توفيق، برافو عليك، نحيي كلنا يحيى وأدم، أدم ويحيى. اتفضل. النتيجة اتغيرت وإي بي أس بيحاولوا يهربوا بالمباراة. يحيى كنتوا كام؟ كنا 65 وخمس إجابات صح، بقيتوا 90 وعشر نقط دية بقيتوا 100. أدهم كنتوا 20 وثلاث إجابات صح، 15 بقيتوا 35. 35 و25 60. نرجع تاني في المباراة. فدلوقتي لو ال 25 نقطة دول طاروا، المهمة اتصعبت جدا. ليه؟ هتحتاجوا تجاوبوا على الأربع أسئلة في عجلة الحظ بإجابات صح، وده شبه مستحيل، مش مستحيل، شبه مستحيل. خلينا نشوف هيحصل إيه. طبعا 100 زائد 25 هترتاحوا. خلينا نشوف. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.